ايه هو الماضي البسيط؟ الماضي البسيط بشكل عام هو حاجة بتعبر عن حاجة حصلت في الماضي وخلصت، بس محدد لك الميعاد اللي هو ايه. انا امبارح لعبت كورة. طيب امبارح لعبت كورة، انا اتخرجت من الكلية السنة اللي فاتت، يبقى هنا اتخرجت السنة اللي فاتت، فانا هنا حاطط لك ميعاد، فيبقى ده ماضي بسيط. يبقى التعريف بشكل عام عندنا، التعريف هو شيء حدث في الماضي في وقت معين وزمن محدد. طيب يبقى الماضي عندنا هو حاجة حصلت في الماضي وانتهت، بس في وقت معين وزمن محدد. طب تكوين الزمن أصلا